ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ راح فين؟ اوعى كده، انا داخل بيتي. بيتك؟ اتفضل لو سمحت، في ناس وراك عايزه تخش. دخول لي قواعد. قواعد؟ انا يتقال لي قواعد؟ ماشي. ايوه يا نبيل، تعال لي على البيت حالا حالا. مش عارف اخش بيتي يا نبيل. سلام. باشا بعد اذنك يعني. لا. هي ايه القواعد؟ ابقى حاجز من بدري؟ لا. كابلز؟ لا. طب اعمل ايه عشان اخش بيتي؟ ايه؟ يا جدعان يا معالي اتأخرت كده ليه؟ معقولة كل ده ولسه ما نزلتش؟ هو ده سيدي ابوها اللي مأخرها. انت تعرف ابوها؟ ايه اللي اعرفها بالكباتن؟ ابوها ده اكبر قرن في مصر، ده عنده بنتين مسرحهم ياخدوا من وراهم الشهر. يا راجل. حلوه. هابي بيرث داي تو معالي. كده تبعني يا شاب. انا قعدت معاك خمس شهور ما بقبضش، دلوقتي انا قابض خمس شهور مقدم. فلوس حرام يا شاب. بس حلوه قوي يا عدو. بس ايه رايك بقى في الفستان اللي انا اخترته لها؟ ايه ده؟ في ايه يا علي؟ انا يقلعوني البدله ويقول لي هات رقم البوكسر عشان نسلمك وجبه؟ في ايه؟ بلبل البابيون مع شعر صدرك. واو ميرسي يا شوشو، انت كمان كرشك از سو سكسي يا بس بقى اهدى بس يا علي وقول لي معالي فين؟ ايه اللي جابك هنا؟ يا علي انا اللي منظم الحفله دي، لما عرفت انها بنتك ما رضيتش اخد منها ولا مليم. ده بدل ما تشكره بعد اللي انت عملته معاه. تشكره على ايه يا بنت؟ ما تركزوا معايا، لا اتكلموا معايا. وليد انت فاهم وانا فاهم. يلا بره. ايه ده؟ انت عامل وشم باسمي؟ لا ما تصدقهوش، ده مش حقيقي. حتى شوفي شفتي؟ ما تنساش حقيقي. سوري جايز، هاف فن. تعالى اوريك التورته. يلا هاف فن. ده جاي يعلم عليا يا نبيل. لا علم عليك ولا نيله، ده حمار راح يفرجها التورته. بص يا علي انت تخرس خالص، ومبدئيا كده كل حاجه في البيت ترجع زي ما كانت، والشركه ترجع زي ما كانت. سامع؟ انا كنت بعمل كل ده علشان اربيك، بس المساله كده داخله في الجد يا عدل، لان بنتك طالعه عناديه زيك بالظبط، فاي حاجه بتعملها هتجيب لي نتيجه عكسيه. شهاب عنده حق، انت تطلع دلوقتي تستريح في اوضتك، بكره الصبح تروح المكتب عند وليد وهترفع له قرون. انا هفهمك ترفع له قرون ازاي، وبكده يبقى مفيش حد علم علينا. كنت متاكد انك مش هتاخر وانك هتجيلي راكع على رجلك بعد ما خنتني. وليد انت فاهم غلط، انا عملت كل حاجه غلط في حياتي الا اني اخون واحد صاحبي. واللي عملته معايا ده ايه؟ انت مش صاحبي يالا، انت اخويا. عارف يعني اخويا؟ بنتي بنتك يا وليد. بنتك عشيقتي يا علي. طب ابعد عنها بقى عشان انا في لحظه هفهمها ان انت راجع ترد فيا كل اللي عملته فيك. جرب وانا هقول لها انت رجعتها ليه وكتبت لها كل حاجه باسمها ليه. علي انا عندي 10 موظفين شغالين 24 ساعه كل يوم عشان اعرف كل حاجه عنك. انت اللي جبته لنفسك يا وليد. جرب. علي جهز نفسك، كلها كام شهر وهنجيب لك بيبي صغير يقول لك جدو علي. بس في الحرام. حبيبي هو بيت زباله فين؟ اقول لك وما تزعلش. اقول هزعل ليه؟ يا حرام يا زباله. ايوه يا عبيط، انت زي ابني وكنت بختبرك، بس للاسف فشلت في الاختبار. طب اعمل لي مساس في السمانه.
طب انا بتقرف اسلم عليك، همسك سمنتك ليه يعني يا زباله؟ حط نفسك مكاني. بذلك. وش؟ بقول لك ايه؟ تعرف تشوف الباب ده من بره؟ ولا من جوه يا زباله. بس احب اقول لك بقى ان في واحد بيلعب على معالي. قصه حب. في حاجة؟ أؤمر. كنت عايز أتكلم معاكي في موضوع يا معالي. مش أن الأمان بقى إن أبقى جد؟ نفسي أشيل ولادك يا معالي. والنبي ابن حلال، لسه كنت عايز أكلمك في الموضوع ده. بصي بصراحة أنا في الأول ما كنتش مستريح له، بس من الواضح إن أنا مش هلاقي حد في الدنيا هيحبك أنت. أخيرا رضيت عنه؟ يا حبيبي. طب يلا عروسة بقى جهزي عشان عريسك زمانه على وصول. ما أنا عارفة وجاهزة. هلا انتوا بتتكلموا من ورايا؟ ايه ده؟ انتوا ايه اللي جابكم مع بعض؟ انا جيت الاول وربنا. ايه ده؟ انت جلدت الباب ولا ايه؟ ده زباله. زباله. اوبا. ايه القرف اللي انت لابسه ده؟ بس يا عم بقى يا عم، انت هتحلو علينا قرف. انت مش شايف الواد لابس ايه؟ ده مفيش مقارنة أصلاً. المصيبة إن مفيش مقارنة. اسمع، أي حاجة جوه يقولها تعلي عليه. ماشي ماشي. تعلي عليه. ما خلاص يا عم ماشي. سامع. سامع وأنا أطرش. مش المشكلة إن هو سامع، فاهم؟ سامع. اتفضل. خلاص يا عروسة، خلاص خلاص. طبعاً يا أنكل، أنت عارف أنا جاي ليه وعلى إيه؟ طبعاً يا أنكل، أنت هارش أنا جاي ليه ومتفقين على إيه؟ ده لو اتفقنا أساساً، إحنا لسه ما قلناش كلمتنا. لا كان عندي الصبح ومتفقين. أقطم. إيه؟ أقطم. ما علينا، نتكلم في الجد يا جماعة. الشقة، أنت عندك يا وليد شقة ما تقلش عن 550 متر. أنا عندي فيلا 7 أوض، 3 حمامات وساونا وجاكوزي في أحسن كومباوند في مصر. هي دي مساحة؟ اتفضل يا زبالة، بيقول له شوف الكلام بقى. أنا عندي شقة بس بكبانيه وبشطافه في اخر فيصل سيتي. فيصل سيتي دي اللي جنب القطاميه هايبس. ما علينا، احنا بنتنا عينها مليانه وما يهمهاش الفلوس. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا التعليم، مش كده يا بلبل؟ طبعا اكيد. زي ما انت عارف يا انكل، انا قبطان، وبعد لما خلصت الاكاديميه اتخرجت من فنون جميل. زي ما انت هارش يا انكل، انا انضف واكبر نبتش افراح فيك يا منطقه. وبعد الاصلاحيه انا مخلص فنون جميله قوي. هي ايه اللي جميله قوي؟ الفنون. فنون ايه ونيله ايه؟ هو بيقول لك اوصف لي الكليه. احنا بنتنا عينها مليانه وما يهمهاش لا الفلوس ولا التعليم، احنا اهم حاجه عندنا الاصل. انا جدي الكبير رياض باشا من اوائل الناس اللي حاربت الاستعمار البائد واعتقل ظلم. حبساجي يعني؟ إيه حبساجي. ايه 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 قصدي جدي الكبير بقى زبالة باشا الأول كان مزامل سعد فلقس أكبر أوراني في وش البركة. أوراني؟ أهو ده النسب اللي يشرف. مش قلتلك هيصبب؟ اتنيل أنت التاني. أنا بنتي بقى عينها مليانة، لا ليها في الفلوس ولا التعليم ولا الأصل ولا الجواز من أساسه، ويلا أنتوا الاتنين بره. حاضر يا أنكل، كلامك سيف على رقبتي. حاضر يا أنكل، كلامك رقبة إزاز على رقبتي. ما انا رقبه الازازه بتغز اكتر، بعلي عليه. بتعلي لي الضغط يا زباله بره. صحتك يا حاج. يلا يا زباله بره، يلا اتكلم. اتنيل انت بهدلت الدنيا. اقعد يلا يا حبيبي من هنا. يلا يا اخوي، يلا ما عندناش بلد الجواز. يلا وانت يلا على اوضتك فوق. بس عليك يا بوبي بقى كده. طب انت مش تتكلم معايا خالص. زعبولي قلب بنت فجاه. ودينا عوره. بقول لك ايه، انا عايز اشوفك النهارده. حاضر يا ستي، هخليكي تشوفيني. بس زي ما هو خانق علينا، انت كمان خانقه عليه في موضوع البنات لحد ما يوافق على جوازنا. بس اهم حاجه رجلك على رجله، وبالذات النهارده. خلاص خلاص بقى، انا جاي في الطريق اهو. مالك النهارده مش على بعضك كده ليه يا ميناش؟ ماشي. على فين؟ انا قلت انزل اشم هوا واروح لوعد صاحبي. خلاص انا جايه معاك. يلا يلا كلمه وقول له ان احنا جايين سوا. يلا ايه، افرضي الراجل نايم الوقت يعني متاخر ما يصحش. منين نايم ومنين كنت رايح له؟ صحيح، ده انا كنت رايح، انا كنت ناسي الموضوع ده خالص، فكرتيني. الو، انا جاي ومعايا بنتي، وانا مش هينفع اشوفك لوحدك. هات بنت.
عشان نبقى احنا رجاله وهم بنات. ميناج هاتي راجل كاني رايح له هو. ايوه بالظبط، هات بنت.